مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم في عالم العالمين. يوم جديد من مهرجان العالمين اللي بيقدم لنا انواع كتيره من الفنون والرياضه والترفيه في صوره مميزه على ارض العالمين الجديده. امبارح تألق الفنان رامي جمال في واحده من اقوى حفلاته بمسرح اليو ارينا على هامش مهرجان العالمين في دورته الثانيه. طبعا وزي ما كان متوقع رفع الحفل شعار كامل العدد وقدم من خلاله باقه كبيره من اغانيه اللي اتفاعل معاها الجمهور بشكل كبير جدا، ومنها قول حبيبي انك معايا قدامي وانا جيت لك واللي مشوا وفتره مش سهله وبيكلموني. وتفاعل جمهور رامي جمال مع اغانيه اللي قدمها خلال حفله بمهرجان العالمين الجديده، ومنها يستاهل بوستين قدامي وسقف ورددها معاه كل الجمهور. امبارح كمان قدم النجم رامي جمال خلال حفلته بمهرجان العالمين الجديدة موهبة جديدة من كورال فرقته اسمه علي، وقدم أغنية لحظة بعادك، وأهدى النجم رامي جمال أغنية اوعديني لزوجته ناريمان واللي قدمها على خشبة مسرح اليو أرينا بمهرجان العالمين الجديدة. كمان امبارح شهدت المنطقة الترفيهية بمدينة العالمين الجديدة عرض جديد لفرقة النيل للموسيقى والغناء ضمن برنامج وزارة الثقافة اللي بيقدم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. قدمت الفرقة بقيادة منال إبراهيم عرض مميز شمل مجموعة من الفقرات، منها الافتتاحية بسم الله وصلاة الزين، على الزراعية أمدحك بتناديني تاني ليه، وحبيبي يا ولدي، ومصر الحقيقة، وسط تفاعل وإقبال كبير جدا من الجمهور. ومنذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي على يد الفنان زكريا الحجاوي، تقدم فرقة النيل مجموعة من الأغاني الشعبية المصرية الأصيلة مع توظيف عناصر الموسيقى من طبول ودفوف ومزمار وغيرها من الآلات الشعبية والإيقاعية، بجانب العروض المستوحاة من حكاوي الريف والسواحل والبدو والصعيد، مع مراعاة اختيار عناصرها بدقة، وده علشان تحافظ على أصالتها. ومثلت الفرقة مصر في محافل دولية كتيرة. على مستوى المسرح الحقيقة بيستمر مهرجان العالمين في تقديم مسرحية الشهرة ضمن فعاليات النسخة الثانية، بتدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الشباب الموهوبين اللي بيسعوا لتحقيق حلمهم بالوصول إلى قمة النجومية. المسرحية بتسلط الضوء على الصراعات الداخلية والخارجية اللي بيواجهها الشباب في طريقهم لتحقيق هذا الحلم، وإزاي بيتعاملوا مع الضغوط والتحديات اللي بتواجههم. مسرحية الشهرة من تأليف وإخراج المبدع الأستاذ خالد جلال وموسيقى وألحان أحمد طارق يحيى، وبيقدم العمل مزيج متناغم بين الغناء والتمثيل والرقص، واللي بيجعله طبعا تجربة فنية متكاملة. مسرحية الشهرة تعتبر منصة مهمة جدا للشباب الموهوبين لعرض مواهبهم وإبراز قدراتهم الفنية، وكمان إنها بتساعدهم على اكتشاف وجوه جديدة في عالم الفن والمسرح. مهرجان العالمين واللي بيواصل فعالياته في الأسبوع الخامس، واللي بيتضمن أحداث فنية كتيرة جدا وحفلات غنائية وعروض مسرحية وفعاليات رياضية ومسابقات ترفيهية وفعاليات خاصة للأطفال. تتضمن فعاليات الأسبوع الخامس من المهرجان العرض المسرحي السندباد، بطولة الفنان الكبير كريم عبد العزيز بجانب مجموعة من نجوم الكوميديا يوم الخميس 8 أغسطس، واللي هيستمر عرضه لمدة 3 ليالي متواصلة حتى 10 أغسطس. فعاليات الأسبوع الخامس تتضمن كمان عرض مسرحية فيلم رومانسي في نورث سكوير مول، كمان هيقام في نفس الأسبوع حفل لفرقة أم كلثوم على مسرح روماني بالمدينة التراثية. أما يوم الجمعة 9 أغسطس هيقام حفل النجم الكبير الهضبة عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان العالمين، واللي هيكون على مسرح اليو أرينا، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم طبعا كالعادة. فعاليات هتشمل كمان حفل الفنانة اللبنانية ديانا حداد، هتقدم من خلاله مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية اللي بيعشقها الجمهور يوم السبت 10 أغسطس على مسرح الروماني.